طبعا ده غني صار لي ساعه وخربت ليش متى تنسين ايوه يعلم اني والله ما اسمع بكلام ابد يعني ولا احب اصنع احمد ليش تزوجني ليش تزوجني ما دا زوجت اي لا دا تزوجني طبعا والله بخبر والله يزوجني خلقني خلصنا سحور وهسه راجعين راح اوصل زهراء للبيت وبعدها انا راح ارجع طبعا اسبوعين على خير وصلنا الحمد لله بخير طبعا وصلنا للبيت هسه علاوي عزمنا على هو طبعا كثير مات المطعم اكلهم كلش حلو كل اكلات سوريا كلش طيبه شكرا حبيبي تعبتك وياي وصل لي تقريبا 4 ايام ما شايفته لان هو شويه عنده شغل بيزي لا بعد قدام كل يومين لا 4 ايام صار لا وشي يومين احكي يومين تخبر اي نتخبر نحكي بس يعني هو بزي وانا هم عندي شغل وياه مين هاي شنو عندكم هاسك بالبيت؟ اي لا شو مالك؟ انا عندي فستق وانت عندكم هاسك ليش؟ احنا عندنا فستق وجاكوار ايش؟ ايش لك؟ هذا راح يقوم شو يقول عليك؟ شو يسوي؟ كنا ما نذيب والله سيعبر منه راح اطفر انا راح اصعد لا والله هلا وخاله شلونك دوخت راسي انت احلى دوخت راس يا لمبه ذيل احوالي